لك راه هاد البال وديت لك ربعات البيادق وتحال فمك ما تاش هنا شله ما ديتي الناس يديو فلوس كحله وانت داير البيادق باش تعرف راسك مبيدق ويلي على فلوسك كحله شكون هادو اللي داو ماشي رانا تكريسي الصباح ويلي اداو لك تعرضوا لي واحد جوج بالموطور جبدوا عليا الموس قالوا لي عجب التليفون ولا نكريسيوك واش درتي ومعاه حط لي الموس هنا وانت عارفني في داكشي ديال الزربه ايه باين زربتي عليهم واو معاه حط عليا الموس وانا نزرب عليه جبد التليفون عطيته له ياك لا لا خطير كأنا في هادشي ديال الزربه كنطير شافي حط لك البوس عطيتي التليفون بالزربه ايوا السيد راه مشغول تابع انه كليان اخرين ودعيت معاه قلت ليه سير وليدي الله يخرج سيرفيسك على خير وما يشدوك البوليس الله عليك والله الا انت هو احسن ضحيه كاين في العالم انت عارفني في هادشي ديال الزربه كاين والله الا كاين تابع دار كريساوك وخداو لك داكشي بالقوه ما يبقاش فوق الحال لاش واقع ماشي انا راه مشيت كريسيت بخاطري هاك وعطيتهم فلوس بخاطري وانا حال فمي فين هادشي في السوق شكون هادو من الخدار ومول ديزير ومول دجاج تا خلي على هاك 12 الفري عطيتها لي وانا فرحان ولاش تقول تكريسي تقول تقضيت ياك وبني التقديه ديال السيمانه اللي واصله ب 12 الف ريال هذا ماشي كريساج هذا ها ماشي كريساج ماشي راه سطو مسلح مع سبق الاصرار والترصد هذا ماشي اغتيال هذا هذا ماشي صحاب السماوي هذا كاين انا قال لك انا تا قلت هنيت منه وخارج مع الباب فرحان قلت صافي الله ينعل والدي 12 الف ريال هو يخرج لي العطار تاعه العشاب والعطار مول العطريه اه هاكو قدوك قدوك هذه العطريه حسبوا لي ب 10 دراهم تقول شاري عدو النفع لعبوا بدل لي الطوندور لعب وديك العطريه فيها عسكين جبير والتحميره ولا تلفزار انا مزاو قال لهم لعبوا بدل لي هادشي واه زيد الحاج الله يهديك قول عبد الله في الطراجي زيد سيدي اشرح لي اسمع السبب وراء هذا الغلاء اللي كاين وهو الحرب ديال اوكرانيا مع روسيا انت منين جبتي هذه الهضره الحاج والتضخم هو السبب ديال الغلاء والتضخم السبب ديال الغلاء وهو ارتفاع المحروقات الرمايك تيجيبوا السلعه غاليه ايه هذه معروفه ولكن دابا الغلاء سببه التضخم واش تمسكت ولا شنو الغلاء سببه الطلب اكثر من العرض شنو هيت وهو ان الناس اللي باغين السلعه بزاف ولكن السلعه قليله وانت ما كاينش هادشي الله يديك من جبتي هاد القرايه هادي والتضخم التضخم هو المهم في الغلاء انت واش طايح من السطح الاحتكار هو السبب وشنو هو الاحتكار تاني؟ علاش البصلة تتكون غالية في العيد؟ علاش؟ حيت عباد الله كاملين انتي واللي عاطينا اللحم بالزبيب والبصلة البصلة البصلة وما كاين لا شوى المرقة والبصلة البصلة البصلة تا الله يديك الحاجة انا كتجيب هاد الهضرة ما كتفاجئني فيك وقلت لك التضخم هو السبب ديال الغلا وشنو هو التضخم؟ التضخم هو هذاك شنو؟ هو التضخم التضخم الاخر تدخوم هو تدخوم زعما صافي الحرب هي الغلا دابا بشحال غيتقام عليا انا الطاجي بشحال غنديرو سيدي كيلو ديال البطاطا ديرها نص كيلو ها هي 4 دراهم زيت مطيشه حتى هي نص كيلو ها 4 دراهم اخرى نديرو جوج كركوبات ديال البصله لا عزيزه عليا البصله دير ثلاثه ها هي 5 دراهم زيت ها زيد عليها سيدي الخيزو 3 دراهم 3 دراهم هذيك الدجاجة بشحال دايرة؟ دايرة 50 درهم ها هي 50 درهم المزيودات هذوك ديال الحارة نديرو وحدة بدرهم لا لا دير 30 دير 30 علاش؟ هذيك ديال درهم ما حارهاش ها هي 30 ريال ها شحال جاتك تم؟ 95 درهم ايه واش بغا؟ ولا بزاف عليا انا اجمل بزاف هادشي راه مازال ما حسبت لك العطرية ما حسبت لك الزيت ما حسبت لك خدمة يدي خدمة يدك حتى الطاجين ولات فيه خدمة اليد كيحسب الطاجين سهل ودابا راه طاجين راه خاصك ليه مقاول وكريدي وشوف تشوف وانا بزاف عليا 95 درهم زيد حقه يا ربي هاك زيد واحد 5 دراهم اخرى ديال ايش؟ ديال الفجل لا ما الفجل تيدار في الطاجين لا لا اش لهذا اش لهذا كنبغي نقطع به الملوحه انا ما نقدرش نخلص هادشي شوف بلا ما تبقى تبكي عليا خسرتي في الطرح خلص الغداء عندي لك حاجه محسن فاش الريد هوت شنو هو هاد الريد هوتين واحد دجاج مقرمش هكا وبنين ورخيص ويشبعك ياك كونفيونس او عيدي باي دغيا الو السلام عليكم خويا واحد الريد هوت يوي واحد راه يشبعني انا وياك انت ماشي لك واحد ليا واحد المرأة
واخ اخو واخ. كي جاك بنين فيه الحروريه اللي تعجبك ياك؟ باقي واحد دجاج هنايا شفته ياك وما نذوقش انا شي شويه. ايه الفريته يا تا هو فيها خير فريت كثير خذ مع راسك. باك بغيت شي شويه انا منها. خسرتي في الطرح. اجي خلصتي الريد هوت. يلا نيد هاوس. شنو هي نود داركو؟ هي نيد هاوس. يلا نود نزيد شي شويه قدرت تزيد لدارك. Delicious.